نسأل أخونا ويقول: إن زوجتي امرأة ولله الحمد ملتزمة بشرع الله، ترتدي الحجاب الشرعي وتحافظ على الفرائض والسنن وتجتهد في ذلك، ومشكلتها أنها تجد صعوبة بالغة مع شعرها الطويل أثناء الغسل للصلاة، وتسأل فضيلتكم عن حكم قطع الشعر بالنسبة للمرأة المسلمة، مع العلم أن السبب هو ما ذكرناه وليس الهدف منه التشبه بنساء الكفار أو الرجال. نرجو منكم يا فضيلة الشيخ مأجورين توضيح هذه المسألة جيدا، وفي الختام أسأل الله أن يجزيكم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. إذا كان شعرها طويلا يكلفها ويشق عليها فلا مانع من قصه بقدر الحاجة، يعني تقصه بقدر الحاجة بحيث تزول عنها المشقة وتستطيع القيام بإصلاح هذا الشعر وغسله عند الحاجة. في هذه الحالة لا بأس بقصه لأنه لحاجة لا لعبث ولا لتقليد أو تشبه. نعم.